السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا، حكم مثلا البيع والشراء من شخص سمعته يسب الدين مثلا؟ يجوز البيع والشراء مع الكفار إلا إذا كانوا يستعينون بهذا البيع والشراء على الإضرار بالمسلمين وبديننا، يبتعد عنهم. لكن لو هناك شخص آخر لا يسب الدين وعنده نفس السلعة التي عند السباب وبنفس الثمن، أشتري من الصالحين ولا أشتري من المجرمين؟ لا، هو السلعة اللي هو يعني قطعة أرض، بس هو يعني محتكر اللي عايز يجي عليها، هو اللي عايز ياخدها، يعني بعث الناس عليه. يعني ايه يعني؟ مش انت يعني انت تريد تشتري انت لقطع دابر هذا الشخص ولا ايه؟ اريد ان ابيع له، وهو يعني ممكن يعص الناس وكلهم لا تشتروا كده يعني. يعني انت مستضعف مضطر. يعني البيع جائز. تمام، شكرا شيخنا الفاضل. وغيره اولى اذا قويته.